نورنا، كلمنا عن كواليس فيلم على الماشي. اكيد كانت مضحكه جدا. احكي لنا الكواليس كانت عامله ازاي. لا والله، هو الفيلم ده مختلف تماما. هو فيه ضحك كتير، بس ضحك جاي من معاناه. وفكرة الفيلم قائمة على ان بطل الفيلم شخص بطيء جدا وعايش حياته ببطء فظيع، فبنكتشف عنده مرض نادر ان هو لازم يفضل في حالة حركة مستمرة، فبيفضل يمشي بعد ما كان قاعد مريح في البيت، بيفضل يمشي طول الوقت ويرتاح ساعة وبعدين يرتاح ساعتين. وبعد يعني دي فكرة الفيلم، واللي عجبتني جدا اول ما قريته. يعني دور حضرتك في الفيلم؟ انا الدكتور اللي بيكتشف المرض النادر. اوكي، طيب التحضيرات بقى، احكي لنا عن تحضيراتك لدورك. هو دكتور اكتشف حاجه نادره جدا، فكان في حاله اندهاش على طول وفي حاله استغراب، وكان حريص جدا على المريض بتاعه ان هو لو توقف عن الحركه ممكن يموت، ففي حاله جديه وصراع. في اي صعوبات واجهتكم خلال التصوير؟ لا والله، يعني كواليس كانت جميله، والمخرج الاستاذ محمد الخبيري كان هايل، والاستاذ علي ربيع كان ممتاز، كل الناس والله كانت هايله يعني. اوكي، ميرسي، نشكرك جدا. شكرا.